في مدينة كبغداد يكثر فيها الشطار والعيارون، ليس بسبب ضعف الأمن ولكن بسبب عدم قدرتهم على بسطه، لذلك يختبرون قدرتهم في التلاعب بالشرطة من أجل إرضاء رغبتهم في التفوق. الناس تحاول يا مولاي، تحاول كل شيء. صحيح. أو تظن يا أبا الفضل أن الشطار والعيارين فقط في الأسواق؟ لا، إنهم في كل مكان، حتى هنا في القصور وفي جنبات الملك، ونحن يمدنا الله بسلطانه ألبسنا ثوب الملك، فما علينا إلا أن نخدم الناس، نعرف ونغض الطرف طالما أن الأمر لم يصل إلى إتلاف البشر والأملاك، وإذا ما وصل الأمر إلى هذا الحد فليس أمامنا إلا السيف يا أبا الفضل. أبا الفضل، سأنزل الأسواق بنفسي.